الزوم نديرهم هكا. نحيد وحده، نوريكم غير وحده في الحلقات باش يلاه نقدر نهز كل شيء، حيت يدي انا راه ماشي 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 صدر نحاول نوريكم اونصومبل ديال قلوي مسيرتي بالحجر غزال بالسلسله مدفوره. هانتوما البنات، اونصومبل كيحمق، اونصومبل هبيل، اونصومبل كيحمق، فيه خاتم قلوي غزال، براسلي كيحمق ديال قلوي، الحلقات اللي كيجيو هكا هاودين بحال شكل الحضور، ولاشين بوندونتيف السلسله ديك مدفوره البنات كما راكم تشوفوا. اونصومبل كيهبل، كيبقى هاد الاونصومبل البنات كامل ب 11500 درهم اللي هي 130000 ريال. 11000 فاطمه لنا ولا كل جميع المسلمين حبيب ربي يحفظك. شوفوا البنات غزال هاد الاونصومبل هذا اللي فيه حلقات ديال قلوي. هانتوما الحلقات ديال قلوي كيفاش عاملين هكذا، كيجيو هكا هاودين يعني في الدبيسه ديالهم كيجيو بحال هاد الشكل هذا. البغاسلي البنات نحاول نوريكم كل حاجه بوحديتها. البغاسلي حتى هو طوب البنات، بغاسلي تاع القلوي. لاشين بوندونتيف البنات ها هي سنيسله كما شفتوا، سنيسله حميمقه، سنيسله ديال القلوي. مرحبا حبيبتي نوال، شوفوا سلاويه ناديه سلاوي اللي لاخت ديك حبيبه. شوفوا هذا السلسله طبيعه الحال فرا لاباك هي لابسه، وكاين لاباك نتاعهم ديال قلوي بسيرتي بالحجر كامل. هاد لونصوم ب 11500 درهم اللي هي 1,030,000 ريال. عطيني القطر ديال هذا رشيد. غيب السويه غيب السويه طيب ابسوي 5.6 صغير نوال حبيبه، هذا 5.6. غادي نمشي لكم لواحد لونسومبل اخر اللي هو ديال الكلو. غادي نوريكم كذلك غير حلقه وحده باش يلاه نقدر نهزها في يدي. صغيره نوال، شوفوا لونسومبل ديال الكلو مسيرتي بالحجر في المسمار ديالو. طبعا الحال الحلقات بهذا الديزاين، الخاتم بهذا الديزاين، البراسلي بهذا الديزاين، والبوندونتيف حتى هي بحالهم. سلسله كرافاش رقيقه البنات طويله ما قصيراش. لونسومبل كامل كيحمق البنات، كيبقى لكم هذا لونسومبل البنات كامل الثمن ديالو ب 12000 درهم اللي هي 1,040,000 ريال. 12000 درهم واخا حبيبتي فاطمه الزهراء، 12000 درهم اللي هي 1,040,000 ريال. 1,040,000 ريال بالنسبه لهاد لونسومبل. فاطمه الزهراء واش بغيتي السلسله بوحدها، سلسله بوحدها ب 2000 درهم، ولا بغيتي شي سلسله بها بالبوندونتيف يلاه واصله 2000 درهم باش نعرف حبيبتي واش غادي نوريك. حيت الا بغيتي السلسله بوحديتها ممكن نشوف لك من هاد اللي كيكونوا غلاضات شويه ويكونوا طوال ثقيقلين، بغيتيها بها بالبوندونتيف راه غتكون شي حاجه دقيقه. دونك لونسومبل كامل ب 12000 درهم البنات اللي هي 1,040,000 ريال لهذا لونسومبل ديال الكلو. شي حاجه طوب البنات، والديزاين خطير البنات. شوف كي داير سلسله كرافاش رقيقه طويله ما قصيراش ب 12000 درهم. رشيد هاكا السلسله شوف واش الثمن ديالها 12000 2000 درهم بوحديتها ثقيله. انت شوفوا صافي، غادي نوريكم واحد لونسومبل كذلك حتى هو غزال. هذا صغير، غادي نحاول نشدو هاكا نوريهم لكم في يدي هكا لحقتاش كما راكم عارفين في الاخر فين كنديرهم في شي صدر هكذا ما كيبانوش مزيان، يعني بحال ما كنعطيهمش حقهم انهم يبانو مزيان. اغلبيه الاحيان كيكون صدر كبير ما كيخليهمش يبانو مزيان، فهمتوا؟ يعني داكشي علاش كنحاول نوريهم لكم في يدي بحال هكا باش تشوفوهم مزيان. ممكن هاد لونسومبل هذا البنات اللي حميمق حتى هو، شوفوا السلسله غورميت مع البوندونتيف البنانه مسطحه، البراسلي لا باك ولي بوكل. لي بوكل شوفوا البنات راه من الصوره كيبانوا من يعني من لا فيديو د لايف راه باينين بانهم غلاض وتقال في الميزان كيجيو واعرين. هادو بالموديل اختي والذهب دابا راه اش غادي نقول لكم البنات،
هذا 11 درهم، مليون وعشرين الف ريال، مليون وعشرين الف ريال، مليون وعشرين الف ريال. واخا شحال داير السلسله بوحدها؟ غير قول بوحدها بلا غير السلسله بوحدها. واه سلسلة عافاك. واخا شوف لها غير السلسلة لونسومبل تقيقل. بالنسبة للجرام البنات اش غادي نقول لكم؟ راه الذهب طالع دابا، هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. يعني الا قلت لكم دابا الثمن ديال الجرام رشيد شنو غادي نهضر على الثمن ديال الجرام؟ ويلي يا رشيد اش كترجع يا رشيد؟ كاينش كاع الثمن ديالها، كاينش كاع الثمن. وشحال الجرام؟ الجرام 430 درهم. واش انت نورمال؟ وانت كتقول لهم انت لاباس بك رشيد، واش انت لاباس عليك؟ لاباس الجرام راتكم. والثمن الجرام اجمالا الذهب كامل. شو شي الناس غادي حول ولا سولوا سولوا قولوا شحال خاسر. وحتى سولوا ما خاسر والو رشيد. شحال دايره بوحدها؟ 2050 درهم. 2050 انت اختي فاطمه الزهراء بالنسبه للسلسله بوحدها دايره 2050 درهم سلسله بوحديتها. انت سولو وقطع الكلام باش ما نبقاوش نضربو ونخطاو. ان شاء الله يقولنا شحال راه داير باش نجاوبو الناس جواب صحيح، ما نبقاوش نقول لهم هاد الثمن ومن تدخل تلقى الثمن اخر. شوفوا البنات نوال لا ماشي قضيه تخلي سيدي يهضر ولا ما خليتوش يهضر. دابا راكي عارفه درك الثمن ديال الذهب راه طالع، فهمتيني اختي؟ وانا ما نجمش نجي نقول لك واحد الثمن وتقدر تدخلي عندي وتقولي لي اختي قلتي لي الثمن ديال الذهب قدا وقدا وانا ما نلقالكش داك الثمن هذاك، فهمتيني؟ انا باش غنضحك عليك ما نضحكش عليك. اللهم نسول الذهبي ديالنا بشحال الثمن الذهب، بشحال باش تقال يعني شحال وصلوا الاخبار اللي وصلت الثمن ديال الذهب شحال راه داير في السوق باش نقول لك الثمن صحيح. اما باش نجي نقول لك الثمن غير هكذاك راه غنضحك عليك. يعني نقدر نقول لك دابا انا مثلا واحد الثمن ومن ندخل عندي نقول لك لا ما كاينش داك الثمن، انا كاين ما عنديش شي ارتيكل بداك البري. انا تما غادي نقول له شحال داير ثمن الجرام صافي من الاخر. شوفوا البنات غزاله هذا لونسومبل هذا اللي كيبقى بالعلاقه دايره 4000 وشحال قلتي لي بالعلاقه شحال دايره؟ 11000 البنات، مليون و20 بالعلاقه دايره 4200. شوفوا البنات غزال هاد لونسومبل 10000 و40 12000 11000 درهم، مليون و20 الف ريال، مليون و20 الف ريال هاد لونسومبل. بالنسبه للعلاقه بها بالسلسله ديال هذيك الكلو دايره اختي 4200. عطيك الثمن نيشان باش ملي تجاوب تجاوب يعني بواحد تلقائيه، ما نبقاش ندخلوا ونخرجوا في الهضره. نقولوا ثمن نقولوا ثمن نيشان عشان حنا نشرقوا هو يغرب وانت تردها جنوب الشرقي وكل فين كيشرق الله يبارك كيجلق. كاينه هاد لاباكا البنات اللي ديال الحضور فيها حجره خضراء غزاله 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 مضوبله البنات من الداخل شي حاجه طوب البنات كتجي على هاد الشكل هذا، ديزاين ديالها خطير منقوشه في الجناب ما خاوياش مضوبله وصحيحه وعمليه ديال تولي جوغ البنات لبسيها في السبع ديالك دائما ما تحيدياش، خدمي بها شقاي بها ديري بها اللي بغيتي. كتبقى البنات ب 3000 درهم 60000 ريال، 3000 درهم 60000 ريال البري ديالها، 3000 درهم 60000 ريال 300 اورو. دونك ان باك واعره البنات نتاع الحضور. كاينه هاد لاباك هادي ديال الطخوه ديال اللي كتجي هكا كبيره بالنسبه للناس اللي عينيهم كبار كيبغيو الحاجه تكون كبيره. حبيبه ديالي هاد لاغورميت هادي شحال نقول لك حبيبتي؟ هادي فيها 20 غرام فاصلة 20 ديرها رشيد. 20 غرام فاصلة 20 شحال جاتها غورميت البيت؟ 10700 درهم حبيبه ديالي هادي ادرا المهم ديالي مش ديالي 10000 شحال قلتي؟ 10700 10700 درهم حبيبتي بثمن الذهب ديالها. ما انا كنت شريتها ما شريتهاش بهذا الثمن بصح دابا الثمن ديال الجرام ديال راتكو راه طالع. شحال وصل ثمن الذهب ديال راتكو؟ شحال قال لك؟ دور راتكو شحال؟ راتكو 510 درهم. دوك راه واصل 510 دراهم. نور الهدى وعليكم السلام حبيبه. كاين هذا الخاتم ديال الطخوات ديال غزاله البنات شوفوا كي داير. دوك بغيتي بحال راه كاينين البنات هاد العلاقه هاد الطخوه هاد الكورميطات ديال الويت كاينين في حجداد. الميزات كانت وحده راه تباعت 3100 درهم 62000 ريال. كنتي باغا هادي نقدر نغامر معاك
حيت انا عشاقه من لالا كنبغي نبدل. الا بغيتي اختي دخلي عندي الخاص نشوف شحال نبيع لك بثمن يعني ثمن مستعمل. صافي اختي مرحبا. بغيتي اختي نبيع اختي بكل سرور. شوف البنات غزاله هذا الخاتم ديال تخوات دي طوب البنات اللي كتبقى البنات هذا الخاتم 3100 درهم 62 الف ريال 3100 درهم 62 الف ريال 62 الف ريال في هذا الخاتم ديال تخوات دي كببر البنات وكيجي غزال في البيتان تاعو. غادي نشوفو قلوي اخر سنيسات بالعلاقه عافاك سنيسات بالعلاقه مرحبا. اش من علاقات اختي بلديين ولا روميين ولا كيفاش بغيتيهم؟ نور الهدى هات رشيد علاش قلت لك سولو؟ انا نقول لك واحد الحاجه ونفس لي كليون فهمتي. كاين هاد المسومبل ديال قلوي مسيرتي بالحجر فيه تا هو البغاتلي كبير على هذاك الاولاني اللي وريت ليكم الحلقه تاع البنات اللي هما السامبل هكا حلقات عاديين الخاتم.